يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تعقد اليوم وغدا بمدينة المنامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات. أضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها والتي تتفاقم حاليا في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفا واضحا رافضا لهذا التحرك من المجتمع الدولي. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك. هنتكلم بشكل أكثر تفصيلا، وينضم إلينا هاتفيا الأستاذة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذة رحمة صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا إلى هذه التغطية. بداية خليني أتكلم معاكي عن الجهد المصري والحرص المصري الدائم على التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف الأشقاء العرب، ليس فقط من خلال هذه القمة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد العديد من اللقاءات مع مختلف قادة العالم خلال الفترة الأخيرة ولا سيما القادة العرب. كيف ترين هذا الحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العلاقات العربية؟ صباح الخير أستاذة يورا، صباح الخير على السادة المشاهدين. وبالفعل بتحرص الدولة المصرية على إقامة علاقات عربية وتنسيق وتعاون دائم بين مصر وأشقائها العرب، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى حضور القمم المختلفة. فحرص الرئيس السيسي منذ توليه القيادة السياسية المصرية على حضور كافة أعمال القمم العربية المختلفة وما تخللها من قمم استثنائية، كما كان في قمة الرياض الطارئة في 2019 والقمة الاستثنائية العربية الإسلامية في العام الماضي. كل هذه الأمور بتؤكد على تطبيق رؤية الدولة المصرية في التعامل مع مختلف القضايا المشتركة التي تتشابك في المصالح بين ابناء والدول العربيه المختلفه. وده لو حللنا خطابات السيد الرئيس خلال مشاركاته المختلفه في اعمال تلك القمم، هنلاقي انها بتؤكد على الثوابت المصريه التي تتعلق بمحورين اساسيين. اول حاجه المحور المتعلق بالتكامل العربي على المستوى السياسي والاقتصادي، وكذلك تحقيق اولويه الحفاظ على الامن القومي العربي، وده ظهر من خلال التنسيق بين الدول العربية المختلفة للوصول إلى حلول تتعلق بثلاث رؤى مختلفة للدولة المصرية، أيضا تتعلق بأهمية الحفاظ على مفهوم الدول الوطنية، القضاء على الإرهاب والمهددات للوصول إلى هذا المفهوم، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، كذلك منع التدخلات الأجنبية. وده ظهر في قضايا عدة شهدتها المنطقة على مدار الأيام الماضية، مثل القضية اليمنية والقضية السورية والقضية الليبية التي تمثل قضية أولى أو أولوية أولى للأمن القومي المصري، وتأكيد الدولة المصرية مرارا وتكرارا على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 1 و2 اللي بتحدد أهمية وجود مؤسسات وطنية موحدة داخل الدولة الليبية، كذلك القضاء وخروج. نعم أستاذة رحمة، بالفعل أجندة القمة يعني يوجد بها الكثير من الملفات المتعلقة بدول عربية شقيقة، وهذا التوقيت الذي تعقد فيه القمة هو توقيت بالغ الحساسية ويأتي في خضم أزمات عديدة. رؤيتك لمناقشة هذه الملفات من خلال القمة العربية في هذا التوقيت، نحن نتحدث عن ملفات متعلقة بعدة دول كما ذكرتي، لبنان، اليمن، سوريا وغيرها، وليبيا أيضا وغيرها من الدول. بالضبط يا فندم، احنا الدورة هي دورة عادية، دورة 33 العادية، ولكنها يتم انعقادها في ظروف استثنائية.
سواء على مستوى قضيه القضايا زي ما اطلق عليها الرئيس السيسي وهي القضيه الفلسطينيه او قضايا الامن المشترك. فكما تحدثنا من قبل عن القضيه الليبيه وضروره الوصول الى حكومه موحده ليبيه ودعم اعلان القاهره، وده امر مستمر من القياده المصريه في دعم القضيه الليبيه. كذلك قضية الحفاظ على أمن البحر الأحمر، فقضية الفلسطينية الحالية أثرت على وجود تبعات على تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ووجود بعض الهجمات من الحوثيين على الممر التجارة العالمي، وبالتالي فهي من الأمور الهامة التي يجب مناقشتها على طاولة أعمال القمة. كذلك اثيوبيا باعتراف دوله اثيوبيا بارض الصومال، وهو امر بيهدد سلامه ووحده وسياده الدوله الصوماليه، وهو امر رفضته القياده المصريه في لقائها مع رئيس الصومال، وكذلك بيان الخارجيه من خلال توقيع اتفاق حول حقيه اثيوبيا في وجود ميناء على ارض الصومال، وهو امر بيتعارض مع مفهوم السياده الوطنيه للدوله الصوماليه، وذلك ان ارض الصومال هي اعلنت انفصالها عن دوله ارض الصومال، اعلنت انفصالها عن دوله الصومال مسبقا، وهو امر رفضه المجتمع الدولي وكذلك رفضته الدوله المصريه. طب استاذه رحمه، كذلك القضيه نعم فضلي. خلينا ننتقل لقضية القضايا وهي القضية الفلسطينية ونصبها من أجندة القمة، وسيتم مناقشتها باستفاضة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك أيضا جهود حلحلة الأزمة. هذا النصيب الذي تحظى به القضية الفلسطينية على أجندة القمة، رؤيتك لي ومشاركة مصر أيضا في هذه المناقشة، ومصر لها دور كبير وبارز ومختلف عن دول العالم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وجهود أيضا تبذلها يعني لا تتوقف لحل هذه الأزمة. بالفعل يا فندم، الدولة المصرية وقفت قلبا وقالبا وتاريخيا مع القضية الفلسطينية، سواء أمام منظمات المجتمع الدولي وتأييد الموقف المصري في حل القضية الفلسطينية على أساس عادل وشامل والوصول إلى مفهوم حل الدولتين باعتباره الحل الأساسي للأزمات الحالية الموجودة في الدولة الفلسطينية. كذلك على المستوى الداخلي قامت بعقد العديد من اللقاءات لعمل المصالحات او وصول الاتفاقيات داخليه لتوحيد السلطه الفلسطينيه، وهذا قبل ما حدث في 7 اكتوبر وقبل الاعتداء الاسرائيلي الاخير. فكان هناك قمه العالمين التي تضم الرئيس الفلسطيني والرئيس الاردني، وذلك من اجل الحل السياسي الداخلي الفلسطيني. ولكن مع تفاقم الازمه الحاليه و هجمات الإسرائيلية المتعددة والتي أثرت على الوضع الإنساني والسياسي في الدولة الفلسطينية، كان الدور المصري حاضرا بداية من فتح معبر رفح لمحاولة إيصال المساعدات إلى الدولة الفلسطينية، وكذلك وجود مطار العريش كمطار لاستقبال كافة المساعدات لضمان إدخالها إلى الجانب الفلسطيني، وكذلك عقد مؤتمر السلام الدولي في القاهرة في اكتوبر 21 اكتوبر 2023، اي بعد ايام من الازمه الفلسطينيه، في عمليه للضغط الدولي على الجانب الاسرائيلي لادخال المساعدات ومحاوله مواجهه الازمه الانسانيه التي خلفها الاتحاد ضد المدنيين التي خلفها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك بعد الاحداث الاخيره في التصعيد العسكري من الجانب الاسرائيلي في رفح، قامت مصر بالعديد من الإجراءات سواء على المستوى التفاوضي والوساطة أو المستوى الدبلوماسي من خلال الوجود في القمم واجتماعات منظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة أو على المستوى القانوني. فعلى المستوى الوساطة ومستوى الدبلوماسية قادت مصر بوساطة مصرية قطرية العديد من الاجتماعات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، وكذلك الوصول إلى اتفاق خاص بتبادل الأسرى والمحتجزين. ولكن التعنت الإسرائيلي
الرغبة الإسرائيلية في الطيارة. نعم أستاذ رحمة، بالتأكيد هذه كلها أبعاد متعلقة بالقضية الفلسطينية سيتم مناقشتها خلال القمة. اسمحي لي أنتقل معاكي للقاءات الثنائية اللي من المقرر أن يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية لتعزيز التعاون وسبل وآليات التعاون العربي المشترك. قراءتك لأهمية هذه اللقاءات الثنائية ودلالتها أيضا؟ بالفعل مصر بتحرص دائما على إقامة علاقات اقتصادية والخروج بمواقف سياسية موحدة بين مصر والدول العربية بشكل يخدم المصلحة والتكامل العربي. فوجدنا على مدار الأيام الماضية زيارات متبادلة، سواء زيارات الرئيس السيسي إلى الدول العربية أو زيارات الأشقاء العرب إلى الدولة المصرية من أجل العمل على تعزيز التعاون الثنائي، سواء في مجالات الاقتصادية أو التكنولوجية أو وكذلك الجانب السياسي. ووجدنا مصر كانت داعمة للعديد من الاقتصاديات العربية المتأزمة، ومنها الاقتصاد العراقي على سبيل المثال. فعقدت مصر آلية للتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في محاولة لتوحيد وتكامل الاقتصاد العربي للدول الثلاثة، لجعل الاقتصاديات العربية قادرة على اتخاذ قراراتها وضغطها على المجتمع الدولي من خلال تحقيق قوتها الاقتصادية وتحقيق وحدة الصف ووحدة القرار. نعم أستاذة رحمة، خليني يعني أنظر مع حضرتك لاجتماع وزراء الخارجية. يعني دعينا ننظر إلى التوافق الذي كان في هذا الاجتماع وهذه اللقاءات لوزراء الخارجية والتقارب في مختلف القضايا، ثم سنتابع كلمة القادة العرب خلال القمة. من خلال هذا التوافق، رؤيتك وتطلعاتك لما قد ينتج عن القمة العربية وما يصدر عنها من مخرجات؟ وجدنا بالفعل تطابق وتوافق حول كافة القضايا من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب لعمل الدورة العادية 33 للقمة العربية، وده من خلال تأكيد على ثوابت العربية تجاه القضايا الكبرى أو القضايا التي تعاني منها المنطقة، على رأسها القضية الفلسطينية وأهمها الاتفاق على ضرورة حل الدولتين والوصول لحل عادل وشامل قائم على حل الدولتين على حدود وفقا لحدود 4 يونيو 1967، وهو الأمر اللي بيؤكد على وحدة الصف العربي. كذلك كان هناك حديث عن إمكانية عقد مؤتمر دولي متعلق بدولة فلسطين وكيفية دعمها أمام المجتمع الدولي، خروج القرارات الموحدة من القمة. نعم، فيما يتعلق بهذا المؤتمر الدولي أستاذة رحمة، وزير الخارجية سيد سامح شكري تحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار أولا، فهنا الثوابت المصرية بارزة وواضحة فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية. كيف رأيت هذا التعليق على هذا الطلب لإقامة مؤتمر دولي؟ هي بالفعل الدولة المصرية بتؤكد على ضرورة الحل السياسي للاتفاق بين كافة الأطراف، وضرورة التأكيد على وقف إطلاق النار كحل للأزمات الإنسانية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني. فليس هناك مؤتمر دوليا دون وقف وحقن الدماء الموجود الحالي ضد المدنيين التي تنتهج إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي كذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها، وهي الأمر الذي يقف عائقا أمام دخول المساعدات من خلال معبر رفح. وبالتالي فإن الحديث عن مؤتمر سيكون مجرد مفاوضات أو كلام دون حل فعلي، وبالتالي الحديث حول وقف إطلاق النار هو أولى الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى إيجاد حل أكثر استدامة وحل أكثر شمولية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات.